جدل كبير بسبب صور عقد قران حلاشيحة ومعز مسعود. سادت في الساعات الماضية بعد عقد قران الفنانة حلاشيحة على المنتج معز مسعود، وذلك بسبب فرض الخصوصية الزائدة على حفل عقد القران. وامتد الجدل بسبب عدم انتشار صور للحفل على السوشيال ميديا، وأرجح البعض سبب ذلك إلى التحفظ على هواتف الحاضرين للحفل قبل البدء فيه، لذلك لم تنتشر صور على المواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت الفنانة هنا شيحة إتمام عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة على المنتج والداعية معز مسعود. وقالت هنا شيحة: تم عقد قران حلا شيحة والداعية معز مسعود في أحد الفنادق بغياب الإعلام والصحافة، حيث تزوجت الفنانة حلا شيحة مرتين قبل زواجها الثالث من معز مسعود، فسبق أن تزوجت من الفنان هاني عادل في بداية حياتها الفنية عام 2006. وتزوجت حلا للمرة الثانية من الكندي يوسف هاريسون، واستمر زواجها لمدة 12 عام وأنجب أبنائهما الأربعة. وانفصلت حلا عن يوسف هاريسون بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالهما عنه في 2019، وقالت إنها بتحترمه خاصة إنه والد أبنائها، كما شددت حلا على رفضها تدخل أي شخص في حياتها الشخصية.